يقول: ذكر المصنف رحمه الله نقلا عن الفتاوى البزازية، وفيها قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. يقول: هل يدل هذا على أن هذه المسألة من الأمور الظاهرة التي لا تحتاج إلى تعريف ومراجعة لأنه أطلق فيها الكفر؟ أي نعم، يقول أرواح المشايخ يعني الأموات، أرواح المشايخ يعني الأموات، والأرواح عموما، الأرواح ما نشاهدها ولا نشوف تصرفاتها ولا نشوف، هذا كذب. الأرواح من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، والله هو الذي يرسلها ويقبضها، ما الأرواح ما لنا فيها إحاطة. نعم.